سنة 1991 استونيا اخذت استقلالها من الاتحاد السوفيتي. استونيا تو دولة في الاتحاد الاوروبي. استونيا عدد سكانها اقل من 1.5 مليون نسمة. استونيا تو تعتبر الدول الرائدة في مجال التقنية الرقمية والخدمات الالكترونية. قصة استونيا قصة لطيفة جدا، نعرضوها هنا في بإيجاز. يعني استونيا اخذت استقلالها في 91. سنة 98 جميع المدارس في استونيا تم ربطهم بالانترنت. سنة 2000 صار الحصول على الانترنت في استونيا حق يضمن الدستور الاستوني. شو الدستور الليبي نحن عشان يطلع فيه. في 2003 تم انشاء شركة سكايب في استونيا. ما يعرفش المعلومة هذه، شركة سكايب شركة استونية، تم بعدين شراها من مايكروسوفت وشركة اخرى. في 2007 اول انتخابات يتم عن طريق الانترنت تم في استونيا. الجراف اللي وراي يوضح في مقارنة لطيفة دارها الاي ام اف بين كوريا الجنوبية وغانا من ناحية الدخل بين الدولتين. الدراسة هذه مديورة ما بين سنة 1960 وسنة 2000. زي ما شايفين في سنة 60 كانت تقريبا نسبة الدخل متاع غانا وكوريا الجنوبية قريبات من بعضها، حتى عدد السكان كانوا قريبات، والدولتين هذين كانوا يعتمدان على مصادر الثروات الطبيعية اللي عندهم. في الآخر 50-70 سنة اللي فاتت صار نمو في الكثافة السكانية عند كوريا الجنوبية، وهذا طبعا رفع من نسبة الاقتصاد بتاعهم. الفرق اللي تحق فيه في سنة 2000 هنا هذا الفرق الطبيعي ما بين دخل كوريا وغانا بناء على نسبة الثروات الطبيعية اللي عندهم والكثافة السكانية الموجودة. لكن حقيقة وين كوريا قاعدة؟ كوريا دخل متاعها أعلى واجد، والسبب في ذلك أن الكوريين تمكنوا من زيادة قيمة مضافة للاقتصاد متاعها عن طريق الاستثمار في اقتصاد المعرفة. ولكن نمشي بالديتا للتاريخ اليوم حنقوا أن الفرق زاد واجد. المشكلة اللي فيها غانا هي مشكلة واجد دول واجدة. السبب الحاجة هذه أن دول واجدة معتمدة على تصدير المواد الخام اللي عندهم والمصادر الطبيعية بس اللي عندهم، والدول النفطية من أكثر الدول يعني ماشية في الاتجاه هذا. خلونا نأخذ مثال. ليبيا واحدة من الدول اللي معتمدة على صادرات المواد الخام اللي عندها بس، ونحن عندنا مصدر واحد. حوالي 90% من الدخل متاع ليبيا يجي من النفط. يعني تنويع الاقتصاد عندنا شبه لا يوجد. ناس في خلاف خصوصا في السنوات الأخيرة اللي فاتت، ليبيا دولة غنية، ليبيا دولة فقيرة، وين وضعنا نحن في العالم؟ القصة هذه هي غنية وفقيرة موضوع نسبي في العادة، لكن أنت اللي يهمك أنت وين موقعك من الأعراب في العالم، أنت وين قاعد، نحكي اقتصاديا. أنت سنة 2010 كانت من في السنوات الأخيرة سعر النفط كان عالي ودخل ليبيا كان يعني يعتبر عالي نسبيا في تاريخ ليبيا الحديث. سنة 2010 دخل ليبيا كان أقل من 10% من الاقتصاد العالمي، يعني نسبة تأثيرنا في الاقتصاد العالمي كاد لا تدرك. النفط الليبي اللي نحن نقوله عندنا نفط ونأثره هنا، كلنا شفنا في السنوات الأخيرة نظرا ظروف توقف شبه تام لتصدير النفط الليبي، وهذا ما أثرش في أي حاجة في اقتصاد العالم، بل أسعار النفط طاح. وهنا أكيد ما طاحنش عشان النفط الليبي ولا عشان الاقتصاد الليبي، يعني في ظروف أخرى. فنحن وضع اقتصادنا ضعيف. المشكلة وين؟ المشكلة في الدول اللي تصدر في مصادرها الطبيعية ويجد عندها دخل جاي من فقط مصادر طبيعية هذين. الدولة تستسهل الاستثمارات، تقعد عبارة عن أن الدولة توزع الدخل اللي عندها على الناس، وهذا يأثر طبعا شنو قلة الانتاجية. هذا
مثال موجود في عديد من الدول، ليبيا واحدة منها، اللي معتمدة على مصدر واحد أو شبه معتمدة على مصدر واحد من الدخل، اللي هي الزيادة الكبيرة جدا في القطاع العام ونسبة التوظيف في القطاع العام. القوة العاملة في ليبيا تمثل حوالي 90% من القطاع العام. في أرقام واجهة إحصائيات وجدات، لكن تقريبيا في 1.5 مليون موظف يخدموا في الدولة الليبية. رقم واجد مش واجد. المشكلة وين في ليبيا وخصوصا بالنسبة للقطاع العام؟ إن القطاع العام الليبي ما يحتاج أكثر من 500,000 موظف. بل إن في دراسات للوضع الليبي يقول إن القطاع العام الليبي المفروض ما يزيدش على 200,000. بس خلينا نمشي على 500,000. 500,000 عندنا معناها 1 مليون زيادة. عندنا 1 مليون موظف ما ينتجش. عندنا 1 مليون موظف ياخذ في راتب ما يديرش في وظيفة. هذين ممكن يكون عندهم بعض الأسباب وتبريرات سياسية أو حتى اجتماعية، لكن من ناحية اقتصادية الموضوع هذا ما تقدرش يستمر، صعبة. تو نحن وين نبغى نمشي؟ لازم نبغى نلقوا 1 مليون فرصة عمل. لأن من غير 1 مليون فرصة عمل هنا مش بس الاقتصاد هيدهور، حتى القطاع العام بروحه اللي هو خدماته مدهورة هيدهور زيادة، لأن ما عادش حيقدر ياخذ فرصته. بداية الحل في الموضوع هذا ان نحن لازم ننظر للمليون موظف، 1 مليون شخص اللي في القطاع العام هضم الزيادة، انهم هضم فرصة، ان 1 مليون شخص هضمه ممكن حيضيفوا من القيمة الإنتاجية للاقتصاد الليبي، وهذا يقعد التركيز متاعنا. طبعا هم هضموا لازم في الغالب حيعدوا القطاع الخاص او الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما يعرف الـ public private partnership يعني. لكن لازم ننتقلوا بها. فتونا نحاول بنشرح شنو وين نحن ممكن نتجه، وين التوجهات وكيف نحن الخطوات اللي ممكن ناخذوها في هذا الاتجاه. عشان انت توفر 1 مليون فرصة عمل، نحن اللي نحتاجه حوالي 1000 ما يعرف رائد أعمال أو الانتربرنورز. نبو 1000. الألف هذوما خلال 10 سنوات الجايات مطلوب منهم يديروا 10,000 مشروع. يعني كل واحد يدير لنا 10 مشاريع أو شركات في 10 سنين الجايات. لكن نحن ما نبوش أي نوع مشاريع، نبو مشاريع اللي يزيداً من القيمة المضافة للاقتصاد الليبي. عشان هيك أنت في المشاريع هذين تحتاج توظف بعض الأشخاص اللي عندهم مهارات معينة أو مهارات معرفية عالية أو متخصصة في حاجة معينة، عشان أنت تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد. فكل مشروع يحتاج حوالي 10 من الأشخاص هذوما. بال10,000 يطلع عندنا 100,000 وظيفة العشر سنين الجايات، هذوما خاصين اللي عندهم المهارات الخاصة أو السبيشال سكيلز هذين اللي ممكن يساعدنا. دراسات واجهة اقتصادية تقول إن كل وظيفة مباشرة ذو قيمة معرفية عالية حتجيب وراها 10 وظائف غير مباشرة. يعني 100,000 هذين حيجيب لنا باقي 1 مليون. لكن إحنا ما هي مش شغل خلاص، وين نبغى نتوجه، وين تركيز الشغل متاعنا؟ في دراسة شاف القرين لكتاب هذا Why Nation Fails، لماذا تسقط الدول والأمم، كتاب قيم جدا يعني. ملخص الكتاب هو دار دراسات من بداية التاريخ للحضارات والدول، ليش هذين نجحا ليش هذين فشلا، وخصوصا من ناحية الاقتصادية. ولخص في الملخص في الأخير أن التكنولوجيا والتقنية هي أهم العوامل لنجاح وازدهار الدول. أنها كلو رقم واحد أو توجه رقم واحد، نحن لازم نستثمر في مجالات التقنية اللي عندهم دور. ليش نستثمر في الحاجات هذين؟ لأن هذين اللي حيعطينا قيمة مضافة للاقتصاد. رقم 2، لما أنت جيت بتخصص في موضوع معين، شنو التخصص أو شنو المجال اللي أنت مفروض تختاره؟ نحن شفنا اقتصاد ليبيا صغير جدا، معناها أنت عندك لما انت تبي تختار موضوع خود حاجه
مشكلة عالمية، مشكلة كبيرة في مواضيع الطاقة، في الصحة، في البيئة. العالم فيه مشاكل واجدة، لكن لازم تاخذ شنو مشكلة عالمية، مش مشكلة بس خاصة عندك أنت هنا. وفي نفس الوقت تشوف التكنولوجي ترند أو مسارات التقنية وين مشيت، نقطة التلاقي هذه ما بين التحديات العالمية وين التكنولوجيا وين ماشية، هي النقطة اللي أنت تبدأ تركز فيها. ليش؟ واحد، نحن اقتصادنا صغير فأنت تبي سوق أكبر. اثنين، نحن لازم يجد عندنا دور في المساهمة في حل مشاكل العالم، لازم نجي نلعب دور في حل مشاكل الصحة، في البيئة وما إلى ذلك. فهذه النقطة الأولى. لما أنت تبدأ أي مشروع في الغالب أنت حتكون في واحد من أربع مربعات هذين. المربع المثالي اللي أنت تبي توصل له مربع رقم أربعة. المربع أربعة تلقى جوجل وفيسبوك والجماعة كلهم قاعدين أربعة. لكن أنت في الغالب في البداية حتبدأ في مربع رقم واحد. ليش؟ لأن في الغالب ما عندكش استثمارات واجد عشان تبدأ مشروع. اثنين، حتى خبرتك الفنية في الموضوع ممكن ما تكونش واجد. فمعناها أن أنت تبي تدير، تبي تحاول بأسرع وقت أنك تنتقل من مربع رقم واحد لمربع رقم اثنين. المؤسسين شركة جوجل لما بدوا في مربع رقم اثنين، ما كانش عندهم فلوس ليستثمروهم هم، بس كانت عندهم فكرة وكانت عندهم مهارات فنية كويسة. لما أنت في مربع رقم اثنين تبذل مجهود وممكن شوية حظ، ممكن تنتقل لمربع رقم أربعة. لما توصل لمربع رقم أربعة، الشركة متاعك أو المشروع متاعك حيوظف آلاف، والآلاف الفرص هذين حيوفر عشرات الآلاف الفرص، غير فرص عمل غير مباشرة. نحن عايشين في وقت مثالي جدا في التقدم التكنولوجي، والتكنولوجيا قاعدة تتسارع بطريقة سريعة جدا. فأنا اخترت أربع تقنيات أنا شايف إنه حيكون لهم دور مثالي في الفترة الجاية. إنترنت الأشياء، دكتور عادل حكى عليها في الصبح، أو ما يعرف إنترنت أوف ثينكس، البيانات الضخمة، بيج ديتا، التكنولوجيا الحيوية، بايوتك، والنانو تكنولوجي أو تكنولوجيا النانو. باختصار نحكي على كل واحدة بسرعة. إنترنت الأشياء، العالم قاعد كله متصل بعضه. دراسة هذه ديرتها شركة إريكسون في 2014 توري إن في حوالي مليار جهاز كمبيوتر متصلات بعضهم، فوق من 6 مليار جهاز نقال بدأنا يتصل مع بعضهم. التوقعات إن في 2020 في فوق من 50 مليار حاجة أو شيء، تلفزيونك، سيارتك، مكيف، حيكثير في تواصل بيناتهم. كمية الأجهزة ذينا اللي تصل مع بعضهم ميزة ومشكلة في نفس الوقت، والتحديات اللي هن حيطلع عنهن هن هذا اللي فيهن فرص استثمار. إنترنت أوف ثينكس، وفي الغالب الإنترنت ماشي على الأقل توه في الفترة القصيرة في المصانع والأشياء الصناعية، فيها يكون فيها تقدم كبير. البيج ديتا هو تقنية تخص أن كيف أنت تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات، ومش بس بيانات ديتا كحجم، لكن حتى أنواع الديتا. أنت لازم تتعامل مع فيديو وصوت وديتا وانستراكشر ديتا وحاجات واجدة، وكلهم جياتك في ريل تايم وسريعات بكل. فأنت كيف تتعامل معهن وتحللهن وتطلع منهن معلومات. الصورة اللي ورايا هذه توري شركة الفيسبوك تجمع في السنة، كلكم تستعملوا في الفيسبوك، حوالي 300,000 تيرا بايت. كمية ديتا كبيرة جدا، كلكم عايشين شنو في الفيسبوك في السنة. بالمقارنة شركة الروز رويس، واحدة من الشركات الكبيرة اللي صنع في محركات الطيارات، المحركات الجديدة بتاعت الطيارات اللي صنع فيها الروز رويس، فين سنسر وجدت واحدة للضغط والحرارة وحاجات واجدة. السنسر ذي كلها يدزن في شبه ريل تايم ديتا للشركة بتاع الروز رويس، ويراقبن في كل طيارات العالم في طول الوقت اللي يتحركها. شركة الروز رويس في السنة تجمع أقل من 4 مليار تيرا بايت. يعني أنت لو تشوف المقارنة اللي بالأزرق، هذه ديتا الجمع فيها الروز رويس في السنة، مقارنة بالأبيض شوية الفيسبوك، عشان يعطيك حجم الفرق في الاثنين. البايوتيك هو علم مش جديد واجد هو، لكن فيه تقدمات كبيرة صايرة الفترة الأخيرة، وهو أن كيف تعدل تستخدم التقنية الحيوية، أنك تطور منتجات وخدمات مفيدة. هذين عندهم فرص كبيرة خصوصا في تحسين المحاصيل الزراعية
ممكن المتحدث السابق الكلام اللي قاله على ان نستفيد منها في بارقة فرصة لبعض الانتربرنورز اللي هنا ممكن نستخدمه. التقنية اللي بعدها النانو تكنولوجي هو علم ان كيف انت تعدل وتصمم مواد تتعامل معها على مستوى النانوميتر. هذه فكرة النانوميتر، كيف سمك الجريدة، صفحة جريدة واحدة السمك متاعها حوالي 100,000 ذرة، سمك صفحة جريدة واحدة 100,000 ذرة. التقنية متاع النانو تكنولوجي تشتغل على ذرة تغير مواد ذرة، وهذا يعطيك إمكانية إنك تتحكم في العناصر بطريقة أكبر. السبب في اختيار الأربع المجالات هذين إنك أنت ما ناكش محتاج معامل كبيرة وحاجات عشان تبدأ الحاجات هذين. أنت في تولز وأدوات واجدة تقدر تنزلهن وسوفتويرات من الإنترنت. محتاج فكرة، محتاج تطور نفسك إنك تطلع برودكت أو خدمة، إنك تدير منها منتج وعمل تجاري. نرجع لكتاب Why Nation Fails. التركيز لازم يقعد ان نحن نطور اقتصادنا في مجال يرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الليبي، والافضل مجال حسب الدراسة هذه من بداية التاريخ هو الاستثمارات في مواضيع التكنولوجيا والتقنية. عشان هيك نحن لازم نشتغل مع بعضنا عشان نحن نخلق المليون فرصة عمل هذينا. نبغى نتعاون مع بعضنا عشان ننشئ 10,000 مشروع. اطلقنا هاشتاج هذا 10,000 مشروع، تبعوا الموضوع، لان 10,000 مشروع هذين اللي حلقون هن اللي حيجيب لنا المليون فرصه عمل. شكرا.